إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، تحية لكم جميعا أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الكرام، غتشوفوا معايا في هذا المقطع هذا، نعود بكم مرة أخرى إلى الأقاليم الجنوبية، جهة ورزازات وجهة زاكورة وطاطا. هذا المقطع الإخوة اللي غتشوفوا معنا هو الطريق اللي كتجيبكم من طازناق في اتجاه من جنب وزار، من جنب وزار. ان شاء الله غتشوفوا معنا مقطع كذلك من جنب وزار حتى لاكدز، وتشوفوا كاينه كذلك الطريق اللي كديكم البليده، وكان الطريق اللي كديكم لاكدز تزارين زاكورة. هذه هي الطريقه الاخوه اللي كتجيب من طازناقت وكديكم لبوزار، وهذه الطريقه الاخوان هي اللي كديكم حتى لاكادير عبر تاليوين تارودانت. هذه هي الطريقه اللي كتجيب من زاكورة اكادير، هي الطريق ديال زاكورة اكادير هي هادي. وكاين طريق اخرى بالنسبه اللي غيمشي حتى لورزازات، كاين كيمشي حتى لورزازات وغيرجع لطازناقت، وغيتلاقى مع الطريق هادي هي الطريق اللي جايه من طازناقت. تحياتي لكم جميعا الاخوان، كما كتشوفوا معنا الطريق، نقول مزيانه الطريق الاخوان، على كل حال الطريق مزيانه، وكما كتشوفوا معنا اخوان غير الجبال والصحراء الجفاف الله يرحمنا. وكاينين فيها الاخوان في الطريق هذه كاين بعض المنعرجات الخطيره اللي لازم بنادم ياخذ الاحتياطات ديالو، وكذلك الاخوان الناس اللي عندهم السيارات شويه كطلع عندهم السخونيه يحاولوا ما يشدوش الطريق وسط النهار الاخوان، ما بين ديك 11 12 حتى 2 كتكون الحراره الاخوان، الحراره جدا، الحراره جد مرتفعه الاخوان هنايا، راه 38 40 الحراره. اللي عندهم شويه سيارات قدام ولا عندهم يعني الرادياتورات ديالهم شويه ناقصين يحاولوا يتفاداو المشيه بنهار، والله يتمشاو بشويه عليهم وقت ما بانت لهم السخونيه يوقفوا. ولكن المشكله بنادم هو كيوقف ولكن كيوقف منه الشمس، يعني ما كاين لا شجر لا فين يعني تدرك على الحراره لا والو. وهذا هو الشيء اللي كنقول للاخوان قبل ما تسافروا، ديروا البال للسيارات ديالكم، شوفوا الرادياتور الا كانت كتكون مخنوقه، ديبوا شي الرادياتورات ديالكم قبل ما يوصل لفصل الصيف، لأن في الصيف الإخوان كتكون الحرارة وكيكون هنايا الجبال وتكون المنعرجات وضروري كتسخن لك السيارة. إلا ما كانش عندك الرادياتور مزيانة ضروري تسخن لك السيارة هنايا، لأنه الحرارة الإخوان والعقابيل يعني كاين العقبات، قالنا الإخوان شتو هاد الجبال هادو وشتو هاد العقبات. وطريق سلامة، نتمنى لجميع مستعملي الطريق الإخوان، وما تنساوش الإخوان دعمونا باشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وما تنساوش الاعجاب ومشاركة القناة فضلا وليس امرا. طريق سلام للجميع، وخليكم مسافرين معايا حتى نوصلكم الى من جنب وزار. طريق سلامة للجميع.
الاخوه المشاهدين، المسافه اللي كاينه ما بين تازناخت وبوزار كاينه 34 كيلومتر. هذه الطريق الجهويه رقم 108 اتجاه اكداز والبليده. تحياتي لكم جميعا اينما كنتم الاخوان المشاهدين، وانا تقريبا الاخوان قربت لهاد المنطقه المنجميه لبوزار، معروفه الاخوان في العماله ديال ربما هذا بوزار محسوب على العماله ديال اقليم طاطا. الجو حار الاخوان، انه الاخوان هذا فصل الصيف تكون شويه الحراره زايده هنا في هذه المناطق هذو، ولكن الناس عقلمين مع هذا الجو هذا وهذه الحراره، والفون الناس هذا الجو هذا وهذه الحراره مازال بالنسبه للناس الداخل اللي كيجيو لهاد المناطق تجيهم شويه صعيبه، ما كيولفوش على هاد الحراره. فرجه ممتعه الاخوان، وخليكم حتى النهايه ديال هاد المقطع هذا. اخواني المشاهدين، هانا قد وصلت الى المنطقة المنجمية لبوزار اللي معروف على صعيد هذه المنطقة، هذه معروف هذا المنجم ديال بوزار، هذه هي المنطقة المنجمية، هي هذه الاخوة اللي على اليمين، هذا هو مدخل ديال الشركة اللي ديال المنجم. ومن هنا الاخوان غادي ندير واحد الوقفه خفيفه ظريفه باش نلقي واحد النظره على هنا الاخوان فين كتكون التصفيه ديال المعادن، دوك الشوارج اللي كيبانوا لكم ديال الماء، داك الماء ديال باش كيتصفى المعدن اللي كيخرج من هنا من هذا المنجم هذا. انا مازال غادي نوقف الاخوان هنايا، نحاول نقرب المشاهدين الكرام من نشوف هنايا هاد البنايات هادو، ربما السكنه ديال هادي ماشي هادي السكنه ديال الناس اللي يكونوا قراب
المنجمه ولا يكونوا سكنه ديال الخدامه ديال اللي غير رسميين، ربما تكون الخدامه الرسميه يكون عندهم سكن اخر، هذو ربما غير الرسميين، ما عنديش معلومه بالضبط، ولكن المهم كاين الساكن هنا قريب لهذا المنجم هذا، او ما كاينين السكان هنايا، وهذا هو المنجم. ربما هذو الاخوان حيت كيبنيو بالتراب على ود الحراره وعلى ود البروده، كي يديروا هذه البنايات ديال التراب لانه كيكونوا باردين في الصيف وحارين في الشتاء. الى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.